من جديد أرحب بكم مشاهدينا وأصحابكم في جولة سريعة مع أهم الصحف العالمية. تحت عنوان حماس تحذر الآلاف مستعدون للقتال، نشرت صحيفة التايمز مقابلة مع قائد رفيع المستوى في صفوف حركة المقاومة الإسلامية حماس يدعى أبو ليث، وجرت المقابلة في غزة بعد دخول الهدنة التي تم التوصل إليها مع إسرائيليين حيز التنفيذ. وصرح أبو ليث بأن لدى كتائب القسام مخزونا كبيرا من الأسلحة، مضيفا أنه في حال فشل المفاوضات نحن على استعداد لخوض حرب طويلة الأمد، كما أننا سنستهدف مدنا جديدة لم نقصفها من قبل. وأضاف لدينا ما يكفينا من القذائف وعددها أكبر مما قد يتصوره عدونا، فنحن لم نستخدم إلا 10% مما نملكه، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة يمكن وصفها بأنها الأعنف على الإطلاق. وختم بالقول إن إسرائيل ستشعر بالألم الذي تسببه لنا، وعليها أن تعلم بأنها لن تنعم بالأمن ما دامت غزة ليست آمنة منها. في صحيفة الجارديان كتب سيومس ميلن بعنوان الرعب في غزة جريمة صنعت في واشنطن كما في القدس، ويقول إن الاشمئزاز العالمي نتيجة المذابح التي تعرضت لها غزة جراء القصف الإسرائيلي دفع البعض من الطبقة السياسية الغربية إلى انتقاد ذلك علنا والاستقالة، كما فعلت أول وزيرة مسلمة في الحكومة البريطانية سعيدة وارسي احتجاجا على سياسة حكومتها تجاه ما يجري في غزة. ويضيف أن الرأي العام العالمي تحول بشكل حاسم لصالح تحقيق العدالة للفلسطينيين، والمطلوب هو أن يتحول ذلك إلى ضغط بلا هوادة لوضع حد لدعم الاحتلال والعمل على فرض حظر على الأسلحة وفرض عقوبات صارمة. فالرعب في غزة جريمة صنعت في واشنطن ولندن وكذلك في القدس. اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن الحرب على غزة أنهت أي أمل في دعم الإسرائيليين لإنهاء احتلال الضفة الغربية وإنشاء دولة مستقلة للفلسطينيين، وأن أي اتفاق في القاهرة يجب أن يقوي سلطة عباس ويمنحه دورا يتجاوز دور الشرطي على المعابر. وقالت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الخميس إنه كان من السهل إحصاء خسائر الحرب، فمن الجانب الفلسطيني قتل أكثر من 1800 معظمهم من المدنيين، وقتل 67 جنديا إسرائيليا. وتقول إحصائيات الأمم المتحدة بأن 408 أطفال فلسطينيين قتلوا وجرح 2502، أما الدمار الذي تعرضت له غزة فيقدر ب6 مليارات دولار أمريكي. وأضافت أنه فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي كانت هناك خسائر أقل، ولكنها ملموسة من ناحية الأضرار الإسرائيليين للعيش في خوف ورعب في الملاجئ، والتوتر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، والنقد الدولي لإسرائيل، واندلاع الغضب المعادي للسامية والعنف ضد إسرائيل في أوروبا. صحيفة نيويورك أوبزيرفر نشرت خبرا بعنوان صحيفة التايمز البريطانية ترفض نشر إعلان يسيء لحركة المقاومة الإسلامية حماس، وذلك ضمن حملة مدفوعة الأجر يقودها الحاخام الأمريكي شمولي بوتيتش المعروف باسم حاخام أمريكا. وتقول الصحيفة إن الحملة الإعلانية المذكورة تظهر البروفيسور الأمريكي اليهودي الروماني الأصل إيلي فيزيل الحائز على جائزة نوبل للسلام وأحد الناجين من الهولوكوست، وهو يحاول تشويه صورة حماس عبر الادعاء بتضحية حركة المقاومة بأطفالها والزعم باستخدامها لهم كدروع بشرية. وأضافت الصحيفة الأمريكية أن الإعلان ظهر على صفحات نيويورك تايمز ونيويورك أوبزيرفر وواشنطن بوست وول ستريت جورنال دون عقبات، فيما رفضت تايمز عرض الإعلان. ختام هذه الجولة مشاهدينا مع الصحف العالمية، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.